الحل الأمني الذي يتبعه نظام رئيس بشار الأسد لا يزيد الثورة السورية إلا اشتعالا على ما يبدو. ففي آخر معلومات لجان التنسيق المحلية أن بعض أحياء دمشق شهدت إطلاق نار كثيفا من أسلحة متوسطة وثقيلة، ووقعت اشتباكات في ساحة العباسيين بين جيش النظام والجيش السوري الحر مترافقة مع تحليق للمروحيات الحربية في سماء العاصمة. شبكة الشام الإخبارية أفادت بتجدد القصف المدفعي على مدينة دوما بريف دمشق، أصاب منزلين بساحة الغنم في المدينة. 3/6/2012. وإلى حلب، حيث أفادت لجان التنسيق المحلية عن قصف عنيف يقوم به جيش النظام على بلدة حيام، ما أدى إلى إحراق المحاصيل الزراعية، وعن اشتباكات عنيفة بين جيش النظام والجيش السوري الحر في إعزاز. ومن حماها أفادت لجان التنسيق عن تجدد القصف المدفعي والصاروخي على كفر زيتا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بعضهم في حالة خطيرة. كما أفادت بأن جيش النظام اقتحم حي الصابوني وعزز تواجده بانتشار أمني كثيف عند دوار أمن الدولة ودوار عين اللوزة. ومن جديد إلى حمص، حيث سجلت لجان التنسيق إطلاق نار في حي القرابيس ترافق مع انفجارات هزت الحي. كما تجدد القصف المدفعي العشوائي على حي الخالدي ليزيد من احتراق ما تبقى من منازل. لجان التنسيق سجلت تصعيدا للقصف على أحياء حمص أثناء إلقاء بشار الأسد خطابه في مجلس الشعب. إلى ذلك، بلغ عدد القتل الأطفال 1126 طفلا وطفلة تمكنت لجان التنسيق من توثيق أسمائهم، وذلك من إجمالي عدد القتلى منذ بدء الثورة. رمز المصري، العربية.